4 مليون جنيه هيجننوني. تسلم ايدك. انت هتدفع 4 قرين للراجل الباشا الكبير ده؟ ما ادفعش ليه؟ 4 مليون كتير قوي. ده 100,000 150,000 بالكتير نشتري بيهم سجل مدني من بابه. انت مش فاهم حاجة. أنا بشتري لعبتي. أنا مش فاهم. هتدفع 4 مليون في ورق مضروب ازاي؟ خد بالك من روحك. الراجل ده حوت كبير قوي. مين قالك الورق مضروب؟ الورق أصلي وأصلي الأصلي كمان. الفكرة مش في الورق. أمال في إيه؟ في الحماية. الراجل هيحميني، يعمل لي كل اللي أنا عايزه. يا سلام، يا سلام لو بقيت واحد من رجالته. بس الراجل ده برضه كبير قوي، الواحد يخاف يقرب منه يهرسه. يا الله. نولع بقى. ولع. لا والله. أو النعمة يا نعمة. قال لهم أنا شفت العفريت. قالوا له يا راجل. قال لهم الكلب قرب عليا، قرب، بصيت له قلت له أنت كلب يا كلب. قال أنا كلب. يا روي، رحت برضو تدور عليهم؟ يسير الحقيقة لا يا يونس. أوصل له. شكلك مش عاجبني من ساعة عملية امبارح. ما كنتش الراجل صعب عليك؟ لا ما تخافش. مش هيغلى عندي خلقه. عاش يا وحش. ده بقى علي روي. أجدع راجل هتشوفوه. دي نسرين. بيدلعوها النسر. ودي نعمة. واللي يكرهها نعمة. هيقعدوا معانا في العزبة يومين ثلاثة. لا مش أقل من أسبوع يا أنس. تعال تعال. مش عايز، عايز أريح شوية. يا غدع ما تبقاش رزيل وتعال. فك عن نفسك حبتين، شكلك شقيان. تعال. سلام يا أنس. ومات يا أنس. رايح فين؟ وينك أنت؟ ما قلتليش. هو أنت هوائي ولا مائي؟ أرض يا حبيبي. النسر انقض عليه. رشا. 4 مليون يا باشا. أنا بقى نفسي منى عيني أبقى راجل من رجالتك. فين فتون؟ نعم؟ فتون؟ القمر اللي كانت معاك المرة اللي فاتت. هي مش اسمها فتون برضه؟ أه فتون. أنا بقى عايز فتون دي. أنت مش قلت لي إنها شريكتك؟ أه. شريكتي ومرات ابن عمي واخت مراتي. الاتنين مع بعض. بص بقى يا رشد، انا بحب الستات. في ناس شايفه ان الموضوع ده عيب فيا، بس انا الصراحه شايفه ميزه. بقى انا بقى ما بحبهمش وما بحبش اغامر بيهم. طيب انا بقى مش هظبط لك الورق ولا هامن لك فلوسك في البنك الا لو فتون جت لحد هنا. اه طب وصلت لك يا باشا ان ده مش هيحصل؟ انت حر. والفلوس؟ وقتك خلص. قوم سيبوه. انا مش عايزه ده. تكتب البيانات اللي عايزه تتكتب في ورقك وتبعتها مع فتون. ده لو عايز ورقك يتعمل. يلا يا حبيبي. كمان بني ادم اللي واقفه قدامك دي بلا اسم بتجري وخايفه وهربانه. كل ما الاقي مكان استخبى فيه من الشر اللي بيجري ورايا الاقي الظروف بتجبرني اني اهرب واجري تاني.
عارف عني كل حاجة. أنا كل اللي أنا عايزاه إني ما أهربش تاني، وعايزاك تساعدني على كده. أنا عارفة إنك بتحبني وأنا تعبت، ولو أنت هترفض تساعدني عايزاك تديني فرصة. ما تقوموا نطلع نقعد مع المعلم أنس برا والجماعة نشرب كاسين. معلم أنس؟ لا مش عايز. طب أنا بقى بايتة معاك النهاردة. قلت مش عايز، خلصت. هي مين فتون دي؟ تعرفيها منين فتون؟ أنس قال لك عنها أي حاجة؟ أنس ما جابش سيرتها، البت ياسرين قالت لي إن أنت ما بطلتش تتكلم عنها طول الليل يا أخويا. بنتك سعيدة يا بيبي. وكتاب الله اللي نجيت، أنا كان ناقص لي تكة وقعتهم في زمارة رقبته ما سيبوش غير وهو مفرفر. لولا بس العصابة اللي حواليه ثبتني في الأربعة مليون وقال لي وممشي. وبعدين خلصت على إيه؟ ما تردي يا راشد. انت حيوان. قال لي انه مستنيك تروحي له، وانه مش هيخلص المصلحه غير لما تعدي من تحت ايده. لو على كده سهله يا. انت بتقول ايه يا ولية انت؟ هو انا قلت حاجه؟ ما انت اللي بتقول. بعدين بيني وبينك كده انا كنت بدور على سكه تخلوا بيها، اهو اللي طالب. وهي علقه تفوت وانت هتبقى مبسوط. اقسم بالله ابطحك بدي. تجننتي؟ انت نسيتي ان انا رحت للخنزير ده بسببك؟ نسيتي وينش يا فتون؟ وينش اللي قبل عليكي؟ وينش اللي ذبحته بسببك؟ فتون، الكلام ده انا ما سمعتوش وما يتقالش تاني. كتك خيب والنبي هترجع مبسوط. مبسوط مبسوط. عجباني قوي المزرعه بتاعتك يا معالي الوزير. دي منوره بجورك يا رالي. ثانك يو.